التقى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وقد رفع كبار الضباط أجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على معاليه أعواما عديدة بوفر الصحة والسعادة. وقد بادلهم معاليه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله تعالى أن يتقبل من الجميع طاعتهم وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. أكد صاحب المعالي خلال اللقاء بأنه في ظل الرعاية الدائمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ستستمر قوة دفاع البحرين بإذن الله تعالى في عملية التطوير والتحديث لكافة أسلحتها ووحداتها، وذلك من خلال تزويدها بالمنظومات العسكرية المتقدمة ومدها بالمعدات القتالية المتطورة وتعزيزها بالإمكانات التدريبية والإدارية الحديثة حفاظا على استدامة المستوى العالي للجاهزية القتالية والإدارية والتي دائما تحققها أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بفضل جهود وعطاء وإنجاز رجالها المخلصين.